أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نقاش الصباح. يؤكد العديد من الخبراء على أهمية أن يكون التعليم الصيفي جزءا مهما من خطط العطلة الصيفية لكل طالب، كما يحذرون في مقابل ذلك من فقدان التعلم عندما لا يحافظ الطلاب على الزخم الأكاديمي والمعرفي خلال عطلة الصيف، لذلك ينصحون بمحاولة تعزيز المستوى التعليمي. فبين من يرى ضرورة تدارك الخبرات والمهارات ومن يفضلون الانقطاع كليا عن الدراسة، نفتح نقاش الصباح اليوم مع الدكتور حسن لمزين الخبير في التنمية البشرية وخبير التفكير الواقعي الذي ينضم إلينا مباشرة من رومانيا. صباح الخير دكتور وأهلا بك معنا. صباح النور، أهلا بك وبكل مشاهدينكم. أهلا بك. بداية دكتور، كيف نحفز الطلبة ونعزز مستواهم الإدراكي والتعليمي خلال العطلة الصيفية؟ يعني مبدئيا هناك دائما عند الحديث عن موضوع انه جاءت العطله انه في شعور هيك بالذنب، اذا حطينا الاولاد وخليناهم يدرسوا معناته راح نضيع منهم المتعه والفرحه. في ربط دائم ما بين الدراسه والنكد والضغط النفسي، وهذه اصلا بحد ذاتها مشكله. اذا كان احنا مش عارفين نفهم الاطفال او نشرح لهم او نقودهم بفكرة أنه في النهاية العلم ليس شيء سيء ومزعج، لكن نحن للأسف نضغط ضغط شديد. وهذا المصطلح اللي استخدمه في يوم من الأيام في كتاب كان اسمه Between Parents and Teenagers، ما بين الآباء والمراهقين، استخدم مصطلح التربية بالهليكوبتر، بمعنى أنه الأهالي فوق رأس أولادهم كالهليكوبتر يطيرون، وأصبح هناك محاولة التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ورسم مخطط كامل لحياتهم وضغط عليهم للوصول إلى ما فشلت أنا في الوصول إليه أو ما أريد أن يصل إليه من وجهة نظري أنه هذا في مصلحته. أنا من وجهة نظري أن العلم والمتعة لا ينفصلان، مهما حاولت تقنعني أنا مش أقتنع، العلم والمتعة لا يرقى. إحنا من نضع مشاكل في هذا الموضوع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذ، في مشكلة كبيرة إنه الطلاب في المدرسة أثناء المدرسة مشاكلهم ليست مشاكل دراسية، مشاكل في الشخصية. يعني اليوم أنت كنت بتدرسي وأنا كنت أدرس، إيش مشاكلنا؟ الخوف من الإحراج، الشعور بالضغط النفسي، مش عارف أتعامل مع الطلاب، في أستاذ بيكرهني، في أستاذ ما بيحبني، هذا الأستاذ ما بيفهم. ليش ما تكون العطلة اللي نحن الآن أمامنا تكون فرصة لإني أطور مهارات شخصية عند الطفل؟ لأنه أنا بدي ابني عشان ينجح، أنا ما بهمني يجيب 100% ولا 1000000%. النجاح ليس له علاقة بالتحصيل العلمي، ابني ما راح يروح يسمع التفاضل والتكامل ويختبروه في قواعد اللغة الفرنسية. ابني راح ينجح إذا كان عنده قوة ومتانة في مشاعره، يقدر يسيطر عليها، بيعرف كيف يتعامل مع الناس. هذه العطلة الصيفية المفروض تكون لهذا الموضوع، ما يكون على مدار السنة دراسة فقط. لا، في علم، لكن كل عطلة صيفية نركز على نوع من العلم يساعدهم على تحمل الضغوطات اللي بتجيهم من الامتحانات ومن الطلاب، وانه هم عم بينمو وتفكيرهم عم بينمو ويكون عندهم ثقافه. نعم دكتور، كيف نجمع بين العلم والمتعه كما ذكرت خلال العطله الصيفيه، خاصه انه العديد من الطلبه يتعرضون طول العام ربما لضغوط كثيره خلال الموسم الدراسي، كيف نحفزهم ونجمع بين العلم والمتعه كما ذكرت؟ الله يرحمها أمي، الله يرحمك يا أمي، يا ميمتي. كنت طالع مرة على امتحان وهيك واثق من نفسي زيادة عن اللزوم، يعني وهيك ضامن أنا كنت شاطر في فنظرت لي هيك من تحت النظارة وقالت لي: يا ابني اوعى تخلي دراستك تنسيك الثقافة، لأنه التواضع ثقافة، بينما الدراسة بتعلمني فيزياء وكيمياء ورياضيات. القضية قضية أنا دائما أكلم ابني وأقول له: اوعى تفكر إنه أنت لازم تدرس عشان تنجح وعشان تاخذ وتشتغل وتتجوز وتنبسط، وأنا ما بحكيش مع ابني بهذا الكلام الفارغ. أنا بقول لابني: لن تنجح في الحياة إلا عندما تقوم بما لا تحبه. لأنه الحياة تحتاج إلى التزام، الحياة لا تحتاج إلى تحفيز. أنا لا أؤمن بكلمة التحفيز، أنا أؤمن بكلمة التحفيز الحقيقي في الحياة أن ترى أسوأ صورة وأفضل صورة وأن تحاول أن تلتزم بما هو مهم. لذلك بقول لك اليوم الجيل اليوم ما بيحملش مسؤوليه، ايش يعني ما بيحمل مسؤوليه؟ انه ما بيقوم باللي لازم يقوم فيه لانه بقول لك متضايق، لا تضغطش عليه، لا ما ادري ايش، خليه يدرس. هل الدراسه وحدها هي التي تكفي؟ لا. لذلك انا بقول انه القضيه
لازم الأطفال عندما نتكلم معهم على موضوع الدراسة لازم نضع مسؤولية عليهم، بمعنى أنه نقول له أنا عارف أنك أنت راح تعمل أفضل ما عندك، ودائما أحاول أسمعه يعني. وهذه هذا نوع من أنواع التكنيكس اللي بيستخدموها في البوزيتيف سايكولوجي، بيسموها الأوفر فيو، أنك أنت بتخليه يشوف الوضع من فوق. فبيجي مثلا أنا بتكلم على التليفون، والله ابني ما شاء الله عليه يعني عم بيعمل كل اللي عليه، أنا ما عم بضطر حتى أحكي له أدرس. هذا الكلام هو بيخليه يحس بالمسؤولية. وبعدين أنا لما أجي له أفهمه، في ناس في طلاب كتير ما بيعرف ليش عم بدرس فيزياء، ليش بدرس رياضيات، إيش أهمية اليوم تحكي لي إيش أهم، أنا درست تكامل وتفاضل في رياضيات، أنا إيش استفدت منه؟ الطالب عم بيسأل حاله السؤال، أنا إيش بستفيد؟ طيب دكتور، كيف يمكن، عفوا فقط على المقاطعة، كيف يمكن وضع يتمكن الأولياء من وضع برامج وخطط فعالة لأبنائهم خلال العطلة الصيفية، خاصة وأننا نعرف أن العطلة الصيفية مدتها طويلة، يعني كيف يمكن وضع برامج وخطط فعالة لجذب الطلبة لاكتساب مهارات جديدة؟ أولا لازم يكون في خطة، فإذا كان أصلا وصل الأهل لفكرة أنه بدهم يحطوا خطة فهذا شيء جميل، بارك الله فيهم. ثانيا الخطة لا توضع للأهل لحالهم بيقعدوا بيحطوا خطط، شاركوا أولادكم بهذه الخطط، اقعد مع ابنك أيا كان عمره، طالما وصل للمدرسة احنا بنتكلم فوق 6 سنين، اقعد معه قل له نحن رح نقسم هذه الـ 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 العطلة. مبدئيا لما تيجي تقول له أنت في العطلة رح تدرس، طب ما هو إجباري بده يحبط، هو يلا يلا نخلص، بس لما أقول له أنت بالعطلة راح ندرس ونطلع ونسافر ونلعب، فأنا هون عم بحط خيارات كثير ومن ضمنها موضوع الدراسة. الشيء المهم يا جماعة، مش مهم أنه يروح يدرس للسنة الجاي، أنا برجع بركز أستاذتي الفاضلة، أنا زلمة بتعامل مع الناس عند المشاكل النفسية، أقسم بالله العظيم الموضوع ليس له علاقة برياضيات وفيزياء معظمنا. أنا رجل، أنا درست لما ماتت أمي حسيت بالضياع، أنا كنت مخلص، كنت وقتها شحط كبير 30 سنة، حسيت إنه الدنيا صارت سودة، شو نفعني الفيزياء والكيمياء؟ ليش ما قعدوا معي وقالوا لي تعال نحن نتحدث، نعم دكتور نحن نتحدث عن اكتساب مهارات جديدة، يعني ليس دراسة، اكتساب مثلا لغات جديدة أو تعزيز مهارة القراءة طبعا التي تعتبر هي مؤشر رئيسي على الإنجاز، ليس فقط يعني ليس بالضرورة أنه استغلال العطلة الصيفية في المناهج الدراسية، نتحدث هنا عن اكتساب المهارات الجديدة خلال هذه الفترة الطويلة. أحسنتي، وهذه الكلمة اللي اخترتيها هي أفضل كلمة، أنا برأيي أن العطل الصيفية تستغل في اكتساب المهارات. تعرفي أستاذة سوسن، أنا كل إجازة صيف بعمل دائما كورسات أونلاين، بركز دائما على اكتساب مهارات. السنة الماضية عملنا القراءة السريعة ورفع الاستيعاب، السنة هاي مركزين على موضوع رفع الوعي، فكرة أن الطفل يحس أنه شارس شخصيته أقوى عشان يروح على المدرسة بشخصية مختلفة، أوسع مداركه. أنت عارف أستاذة العقل مثل العضلات يتم تنميته بطرق مختلفة، فالمهارات فكرة أنه أعلم ابني مهارات إلها علاقة بالدراسة لكن ليس بشكل مباشر، هذا شيء جميل. فنعم نحن نحتاج إلى مهارات، لكن أنا بتكلم في بعض الناس بيدخلوا أولادهم مثلا بالصيف بتلاقيه قاعد بيدرس للسنة الجاي، فبصير الموضوع فعلا يعني ضغط 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 شديد. فأنا برأيي إنها فرصة، وأنا بقول أستاذي يعني خليني أركز إنه إذا بدك تعلم ابنك مهارات في الصيف ياريت تتشارك معه، يعني ياريت أنتوا الاثنين كأنكم أنتوا الاثنين عم تتعلموا مهارة جديدة، لأنه هذا بحفزه. نعم، طيب ما هي السبل دكتور التي تحول القراءة لدى الطلبة إلى متعة عفوية؟ نعم، أولاً بدنا نحترم أنه صار في فرق كبير بين الجيل الأجيال. سيدتي الفاضلة اليوم فكرة التعلق بالكتاب أصلاً، هذه بده يكون أصلاً أنا متعلق بالكتاب، يعني بده يكون ابني أصلاً شافني أنا ماسك كتاب وأقرأ وأقرأ وأقرأ. شغلة تانية، مش بس بده يكون شايفني بقرأ، لازم يكون شايفني بقرأ ومستمتع بالقراءة وعم بطلع من القراءة بفوائد أطبقها معه. هذا واحد. اثنين، هناك صار وسائل اطلاع ومهمة بأهمية القراءة، التليفون اللي بإيد الطفل أو الجهاز الآيباد هذا أيضا وسيلة اطلاع، لأن اليوم صار في كثير شغلات إيجابية، في محاضرات، في مهارات، فنحن ما بدنا نركز فقط أنه امسك الكتاب واقرأ، ممكن كل شيء يعني سلاح ذو حدين، التليفون في شغلات جميله، في صار الان كورسات تنعمل اونلاين والطفل متعلق بمسكه التليفون، فبدل ما يمسكه يتطلع على شيء تافه ممكن يمسكه يتطلع على شيء ايجابي. مش ضروري اغصبه انه يروح يمسك الكتاب، واذا ما مسك كتاب معناته هو لا يقرا. لعلمك الجيل الجديد مطلع
وعنده ثقافة كبيرة جدا، لكن للأسف ما هي طبيعة هذه الثقافة؟ هذا اللي ممكن إحنا نتدخل في تحديده. نعم، كيف يتم تحقيق التوازن بين اكتساب مهارات تعليمية جديدة والاستمتاع بالعطلة الصيفية، خاصة أنك تحدثت عن الجيل الجديد الذي هو مرتبط بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا؟ الفكرة فكرة أن أفهم ابني جيدا، وأن أكون على اطلاع على طبيعة شخصيته وعلى مفاتيح شخصيته وماذا يحب وماذا يكره، بالإضافة إلى أنه جلوسي مع ابني وأنا أطلع مع ابني وأقول له تعال بابا أنا بدي أسألك سؤال، لو حبيت تطور في نفسك شيء معين إيش حاب تطور؟ وبناء عليه أنا بترك الخيار لابني، إذا ما عرف يطلع هذا الشيء بقعد أنا وياه وبنقعد منفصل، ماذا لو كانت شخصيتك أقوى؟ ماذا لو كانت لغتك أفضل؟ ماذا لو كان مهارتك في التعامل مع الآخرين أفضل؟ كل ما كان عندي أنا علم بالشخص، ليش؟ لأن الإنسان يتعلم بسهولة ما يجنبه ألم، أي ألم أنا في حياتي، إذا بتقولي لي خذ أنا هذا الموضوع رح ينهي لك الألم، أنا رح أتعلم، رح أطلع. أو يكسبه متعة، فنحن اليوم لما نكون عارفين أطفالنا وندخلهم نعملهم انفولفمنت، لازم الطفل يعني أنا أقعد معاه وأحكي معاه وأقول له نحن بدنا نستغل هلا إجازة الصيف، ولازم نتعلم شيء مهم في هذه الإجازة. أنا عندي 4-5 اقتراحات، إذا عندك اقتراح أنا راح أتقبله، برأيك إيش أكثر شيء أنت حابب تستفيد منه في هذا الصيف تقويه؟ وأترك المجال له عشان هو يكون ملتزم، هو يختار كمان. نعم، العديد كذلك من الخبراء دكتور يؤكدون أنه فقدان التعلم أو عندما لا يحافظ الطلبة على الارتباط بالتعلم قد يفقدهم المستوى الإدراكي والتعليمي خلال العطلة، ما مدى صحة هذه النظرية؟ والله أستاذ شوفي هذه مدارس، يعني أنا مثلا في ألمانيا، يعني ابني في ألمانيا إجازة ليس عنده إجازة أطول من أسبوعين، عندهم ثقافة في ألمانيا أن الطفل مش لازم يداوم أكثر من شهر ولا لازم يعطل أكثر من أسبوعين، فهذه مثلا ثقافة، لأنه هذه الفكرة اللي عندهم أنه ما بصير الطفل ينقطع انقطاع تام. بالإضافة مثلا أنه عندهم شغلة جميلة، عندهم بعض الفصول الدراسية، يعني ابني كان بالصف الثامن ما عنده فصل دراسي، بيروح يشتغل وصاحب العمل يكتب له تقرير المدرسة، فهذه من الأشياء عشان يعلموا الولد مثلا فكرة أهمية الشغل. فأنا من وجهة نظري أن الانقطاع الكثير خصوصا بالطريقة اللي نحن اللي هو الولد ينام للساعة 11 ويصحى يلعب بالتليفون وبعدين زهقان وبعدين بنقول له اترك التليفون، طب شو بدي يعمل لو ترك التليفون؟ مشكلة الأطفال ما عندهم خيارات. فأنا برأيي إذا كان في تخطيط جيد حتى لو طالت الإجازة ما زال هو قاعد ملتزم بأن يتعلم يقرأ يتطور، لكن نركز في الإجازات على المهارات الشخصية واللي راح تساعده على رفع استيعابه أثناء الدراسة، إنه يروح هو حابب المدرسة، إنه يروح هو يعرف يتعامل مع الطلاب ومع الأستاذ ومع المحيط. فبالتالي أنا مع فكرة إنه لا تكون الإجازة طالت ولا قصرت فاضية فارغة ليس فيها أي شيء مهم. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسن المزين الخبير في التنمية البشرية، كنت مباشرة معنا من رومانيا، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.